اوكي كنت عايز اقول لكم احنا كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات على الميموري بليسمنت الجوريزمز، اتكلمنا على الورست فيت اللي هو لما يكون عندنا في الفكره بتاعت الميموري بليسمنت. هو عباره عن ايه الفكره بتاعت الميموري بليسمنت؟ ان لما تكون عندنا ذاكره، الذاكره تبقى موجوده عندي اهي، وابتدي استخدم اماكن منها، يعني الاماكن دي ابتدي استخدمها، بتبقى الهاشت ده مستخدم، يبقى في الاخر الحاجات اللي فيها دوائر دي حتت فاضيه. والهدف بتاع الميموري بليسمنت الجوريزمز ان انا ابتدي الوكيت من الحتت الفاضيه دي الاحتياجات بتاعت البروجرامز اللي داخله. فزي ما احنا كنا قلنا الاسبوع اللي فات، بيبقى في حاجه اسمها الفري ليست. الفري ليست دي تبقى فيها لينك ليست بتاع كل الميموري، دول الفري ليست، كل الميموري لوكيشنز اللي مش مستخدم. وزي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات ان الفري ليست دي مش اوردر، يعني مش مترتبه باي ترتيب. اول لما تبقى في حاجه فري، مجرد لما ابلكيشن تعمل فري ميموري اوتوماتيكلي بتضاف هنا، مش بتبقى سورتد بالحجم او باللوكيشن او باي حاجه. اول لما حد يعمل فري ميموري بتتحط هنا. والهدف بتاعت الميموري بليسمنت الجوريزم ان انا اختار اني واحده من الاماكن المختلفه دي اعمل منها الالوكيشن. وكنا قلنا ان our main driving algorithm او الفكره الاساسيه ورا كل الالجوريزمز اللي انا بتكلم معاكم عليها دي اللي هو ازاي احجز مكان عشان امينيمايز الفراجمنتس. فالفكره الاولى بتاعت الورست فيت كنا قلناها الاسبوع اللي فات وانتوا قلتوها اقترحتوها بصراحه، ان انتوا تاخدوا اكبر بلوك. ففور اكزامبل لو في ريكوست جه معين او ماخده من البلوك ده مثلا، ليكن البلوك ده اكبر بلوك، هم اخدوا من البلوك كده. والريزن ان الحته المتبقيه دي تبقى حجمها كبير، فممكن حد تاني يعيد استخدامها. عكس لو انت جيت اخدت بلوك صغير، لو اخدت بلوك صغير مثلا وحجزت الحته دي، تبقى الحته الفاضيه دي صغيره قوي، فممكن نعتبرها فراجمنت. اوكي؟ محدش يقدر يستخدمها بعد كده. مين ممكن يقول لي عيب بتاع ابروتش زي كده؟ في رايكم؟ مين يقول لي؟ شباب انا تعبان فالله يخليكم ساعدوني. مين هيقول لي؟ بويست الميموري يا دكتور. هو هيبقى في ويستد ميموري طبعا، مش شفتي حتى او يعني سوري معلش، طبعا هيبقى في ويستد ميموري في الاخر. بس هي ايه المشكله اخد من بلوك الكبير؟ لو انت كل مره تاخد من بلوكس كبيره، لو كل مره بتاخد من اكبر بلوكس، هل بعد فتره هيبقى في اي بلوك كبير موجود؟ لا، البلوك الكبيره هتخلص، وانا لو عندي بروجرام كبير مش هيلاقي مكان فهيقف. برافو عليك، هي دي enlarged blocks will be broken up causing problems later if you need them. Okay. طيب ده بالنسبه للفكره الاولى، ده كانت الورست. طب قال لك طيب لو دي المشكله هنا، فتعال نعمل حاجه ثانيه اسمها بيست فيت. طيب في البيست فيت سوري في البيست فيت بيعمل ايه؟ بيست فيت هيبقى يشوف الاحسن، اقل لوس او ممكن اقل مشكله ممكن تحصل لما اخد ميموري مش في مكانها، وبعد كده ممكن ياخدها عشان ما يعملش ويست للميموري الكبيره. صح؟ اكزاكتلي. برافو عليك يا يوسف. اكزاكتلي. يبقى takes the block which matches the size of the request as much as possible. اوكي؟ ده بالنسبه لي best fit. طبعا المشكله اللي موجوده فيه هي المشكله اللي احنا كنا قايلينها من شويه، لما تيجي تاخد اللي قدك بالظبط، يعني فور اكزامبل لو هنفترض ان دي حجمها 4.1 كيلو وانت طلبت 4 كيلو، اوكي هتاخد ال 4 كيلو بس اللي متبقي هنا كام؟ 0.1 كيلو، وغالبا ما حدش هيحتاج 0.1 كيلو بعد كده. فانت عملت كده
external fragment. Okay. ده يرجعنا تاني للمشكلة الأساسية بتاعت الـ operating system أو هندسة in general. There is no Goldilocks solution. يعني there is no Goldilocks solution. كل حل في مشاكل. كل حل من الحلول اللي أنا بعملها دي قصادها مشكلة تانية. What is the last possible algorithm ممكن نعمله في المنطقة دي؟ قال لك بدام الworst fit مش نافع والbest fit مش نافع ريح نفسك. ريح نفسك ازاي؟ يعمل حاجة اسمها next fit. أو sorry first fit. حد ممكن يتوقع first fit تشتغل ازاي؟ الأول memory تكون مناسبة ليه وعلى exactly. الحاجة بسيطة أو أكبر أو أصغر حاجة بسيطة بياخدها. Exactly. يبقى takes the first block that can accommodate the request. طيب هو دي ايه الادفانتج بتاعتها؟ الادفانتج بتاعتها ان هي سريعه. تعال نراجع مع بعض الورست فيت عشان تشوف اكبر بلوك لازم تبص على كل البلوكس ولا ينفع تكتشف مين اكبر بلوك بدون ما تبص عليهم كلهم؟ لو عايز اعرف اكبر بلوك موجود عندي المفروض اعمل ايه؟ لازم ابص على البلوكس كلها. كلها عشان الاقي اكبر واحد بالظبط زي ما كنا بنشوف مثلا لو عايز اشوف اري الماكسيمم نمبر فبدي بس ابقى اساين واحد لو ده اكبر منه هو يبقى ده الماكسيمم لو لا يبقى ماكسيمم. برافو عليك يا باشا. يبقى في الورست فيت وفي البيست فيت كمان انت لازم تيتريت على كل الاليمنتس اللي موجود عشان تجيب اكتر حاجه بتفت عندك فده بياخد وقت. قال لك الفيرست فيت سهل اول واحده تخبط فيها تنفعك خدها اسرع. طيب ايه ده مش واخد اعتباري لكل الحاجات التانية؟ قال لك مفيش مشكلة ما دام دي فيها مشاكل ودي فيها مشاكل قلل الـ computational complexity وانت وحظك. اوكي؟ و this is actually one of the most commonly used algorithms. حاجة شبهها تانية موجودة هنا اسمها الـ next fit. اوكي؟ شبه الـ first fit بس بدال ما كل مرة تبدأ من بداية الـ list انت بتبدأ من آخر مكان أخدت منه. starts looking or blocks from the last location allocated. فرأيكم ده يفيدني في ايه؟ ده المبدأ من أول كل مرة. طب لو بدأت من الأول كل مرة أني بلوكس هتخلص الأول؟ اللي في أول الميموري اللي فوق. Exactly. Exactly. Oh, برافو عليك يا يوسف. في أول الميموري. بس أنا عايز أخلي الميموري يوزرز بتاعتي تبقى متوزعة، ففي الحالة دي بستخدم next fit. أوكي؟ فأنا لو أخدت لو مثلا آخر مرة أخدت من البلوك كده، آخر مرة أخدت من البلوك كده، لما أجي أسيرش ما أجيش أدور من الأول، لا أدور من اللي بعديه على next fit. أوكي؟ فدي الفكرة بتاعت النكست fit. مش المفروض أعمل كده يا دكتور لما يبقى مش المفروض أعمل كده لو هي الميموري أكبر عشان عارف إن مفيش قبله أكبر يعني المفروض ان انا لو مثلا جيت عند البلوك دوت وعارف ان اي حاجه قبله مش هتكفي 5 جيجا مثلا وانا اللي عايز ادور عليه بعد كده 6 جيجا فالمفروض اعمل كده لما بعرف ان هي اكبر لكن هي لو اصغر المفروض ان انا ابتدي من الاول تاني. انت ليك حق بس هو اول الالجوريزم ده ما بيفكرش كده هو بيبتدي من وراها ولو دخل لاخر الليست وما لقاش بيبقى سيركل الليست يرجع تاني للاول. انت ليك حق يا يوسف بس هما ما بيعملوش كده عشان لو عملوا كده هتبقى برافو عليك هتبقى كومبلكستي عاليه قوي ان هو يكيب تراك من السايزز اللي موجوده عشان يعرف يبدا من الاول ولا لا. هو لا هو بيشتغل من النكست ولو ما لقاش بيعمل سيركلر ريتيرن يرجع تاني لبدايه الليست يدور عليه. اوكي حلو كل الكلام اللي احنا قلناه لغايه بيرفكت بيرفكت. تسلم ايدك يا تسلم ايدك. كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هو في الميموري بليسمنت ان انت ازاي تضيف او تحط تختار اي مكان من الاماكن اللي موجود عندك هتقدر يعني تعمل لها allocation تعمل allocation منها عشان تشتغل. اوكي فيري جود كده خلصنا الريل ميموري. مش عايز اكتر من كده في الريل ميموري بس خلي بالك ان لما هيجي اسالك في الامتحانات هسالك اسئله ذكاء
يعني مش حاجات حفظ من اللي احنا قلناها دلوقتي، لا اسالك اسئله ذكاء، اخترع لك الجوريزم جديد اقول لك تطلع لي عيوب الجوريزم موجود وهكذا. اوكي طيب فيري جود، تعال نروح لحته مهمه قوي دلوقتي اللي هي الفيرتشوال ميموري. الفيرتشوال ميموري يا شباب، الفيرتشوال ميموري في الفيرتشوال ميموري انا لما باجي بشتغل في الطبيعي انا عندي الرام اهو والهارد ديسك. اوكي في الطبيعي ان معظم الحاجات اللي موجوده عندي شغاله في الرام، كل الابلكيشنز اللي شغاله دلوقتي موجوده في الرام. في الفيرتشوال ميموري الرام حجم الرام مش كفايه كافي البروجرامز اللي موجوده، فجزء من الابلكيشن موجود على الرام والجزء الثاني موجود على الهارد ديسك. ولما اخلص استخدام الجزء الحالي اللي انا بستخدمه اللي هو الجزء ده اللي موجود في الرام بشيله احطه في الهارد ديسك، واخد الجزء اللي كان موجود في الهارد ديسك احطه في الرام مكانه عشان استخدمه. بنسمي العمليه دي ميموري سواب. واحنا بنسطب لينكس معنا حاجه اسمها سواب سبيس. سمعتوا الكلمة دي؟ ما سمعتوهاش؟ طيب بصوا عليها سوابس. اوكي ما سمعناش، اوكي خلاص مش بصوا عليها. سواب سبيس هو الجزء المخصص من الهارد ديسك للفيرتشوال ميموري اللي هو فيها الاجزاء بتاعة البرنامج اهي الموجودة في الهارد ديسك اللي مش موجودة في الميموري. طيب دي الفكرة العامة بتاعة الفيرتشوال ميموري، وهي مهمة قوي عشان دلوقتي كل الابلكيشنز اللي موجودة حجمها أكبر من الرام أصلا. لو جيت أي ابلكيشن من الابلكيشنز اللي أنت عايز تستخدمها I can guarantee إن حجم الرام بتاعتك أصغر من الحجم بتاع الابلكيشنز. أوكي نحل الموضوع ده إزاي؟ بنحل الموضوع ده هو ده زي الأبل بتعمله في الآيفون وفي الماك، بيبقى دايما عندهم مثلا الرام بتاعه قليل بس في نفس الوقت عمري ما بحس مثلا ان ممكن استخدم ايفون يبقى بطيء او بيعلق، فده اللي هم بيعملوه. يس 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 ديفنتلي يوسف ديفنتلي ده بيعملوه في الاوبريتنج سيستم ده، ومش بس في الاوبريتنج سيستم ده، في الويندوز برضه بيعمل كده وفي الماك بيعمل كده وفي كله. بيكوز ات از امبوسيبل ان انت النهارده في ال 21st century تحمل كل البروجرامز بتاعتك في الرام. انت زي لو شفت فيفا مثلا مش عارف 3 جيجا مش 10 جيجا مش عارف تيرا استحاله ما عندكش ميموري كده. فهو اللي بيحصل انت بتحمل جزء. اوكي فيري جود ثانك يو ثانك يو. طيب ايه هم النوع الانواع المختلفه للفيرتشوال ميموري؟ اللي موجود عندي هم ثلاثه. أول حاجة Paged Memory، تاني حاجة Segmented Memory، آخر حاجة Hybrid أو Paged Segments. أوكي دول الثلاث طرق المختلفة اللي موجودة عندي. نبدأ بالPaging عشان هي أسهل حاجة ونتكلم فيها شوية as much as I can ونشوف الدنيا شكلها. في الـ Paged Memory يا شباب ده الرام اللي موجود عندي وده الـ Hard Disk أو الـ Program. الـ Program نفسه اللي هو موجود على الـ Hard Disk بيتقسم لمجموعة Fixed Sized Locations بنسميها Pages. الموست تيبيكال سايز بتاع البيج 4 كيلو. ففي معظم السيستمز البيج الواحده حجمها 4 كيلو، خلي بالك ده البروجرام. يعني ده فيفا مثلا. ال 10 جيجا بتاعتها متقسمه لبلوكس، كل بلوك حجمه 4 كيلو بنسمي كل بلوك من البلوكس دي بيجز. والرام اللي موجود عندي الميموري اللي موجود عندي متقسمه برضو للوكيشنز بالمنظر ده. بنسمي اللوكيشنز هي بنفس السايز، يعني لو دي 4 كيلو الواحده هنا برضو ب 4 كيلو. بنسمي الديفيجن بتاع الرام انتو بلوكس كده بنسمي البلوكس دي فريمز. يبقى الرام فيها مجموعه فريمز والبرنامج نفسه متقسم لمجموعه بيجز. والفكره
لما تيجي تشتغل في البروجرام بتاعك في البداية خالص مثلا لازم تشتغل فيه اوكي ولتس اسيوم ان انت عايز تحمل البيج ده او عايز تستخدم البيج ده والبيج ده في بيم فانت بتعمل ايه بتقوم واخد البيجز دول وحاططهم في اماكن مختلفه في الفريمز على حسب المكان الفاضي افترض المكان ده كان شغال وده كان شغال مشغول 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 فانت حطيتهم هنا يعني حطيت البيج دي في الفريم ده لو مثلا سمي ده بيج 1 بيج 1 وده بيج 2 هتحط بيج 1 هنا وتحط بيج 2 هنا مثلا according to اللوكيشنز الفاضيه في الذاكره اوكي طيب عشان نقدر نعمل حاجه زي كده ان لازم جوه البي سي بي بتاعي اكيد تراك اني بيج موجوده في اني بيج موجوده في اني ساعدوني ربنا يساعدكم في اني فريم طيب بنعمل الكلام ده ازاي بنعمل حاجه اسمها جوه البي سي بي بنعمل حاجه اسمها بيج تيبل اوكي البيج تيبل ده جدول بيبقى فيه مابينج بين تو كولمز كولم الاولاني هو البيجز اللي موجود عندي هو البيج بتاعت البرنامج البيجز دي والفريمز اللي موجوده في الذاكره يعني فور اكزامبل هنا ممكن يقول لي بيجز اللي محجوز عندك هو بيج 1 و 2 دول 1 و 2 هم الموجودين في الذاكره طيب بيج 1 هنا موجود في اني فريم في فريم 1 بيج 2 هنا موجوده في اني فريم ها طيب فريم كام ده لو ده فريم 1 وده فريم كام 3 فجوه البيج تيبل هنا بكتب 1 و 3 انا بديك المثال ده عشان عايز اعرفك ان هو مش لازم تبقى 1 تو 1 مش لازم بيج 1 تبقى في بيج 1 وبيج 2 في بيج 2 ممكن يبقوا في بيجز مختلفه ده اول حاجه تاني حاجه هي مهمه قوي بالنسبه لي ان البيجز اللي موجوده عندي البيجز المختلفه اللي موجوده عندي دي مش لازم يبقوا مترتبين ورا بعض شايف متنقرين يعني عندك هنا بيج وبعد كده في حاجه ثانيه وكده بيج ممكن ما كان في كذا حاجه ثانيه وكده بيج ثالث يعني البيجز مش لازم تبقى موجوده ورا بعض اوكي طيب مفهوم البيج تيبل ده مفهوم البيج تيبل بيعمل ايه يا شباب ماشي انا هفترض ان انتوا فاهمينه لا مش هل تعالوا نشوف مع بعض ايه المشاكل الموجوده في السيستم ده او ايه المشكله الموجوده واحده من المشاكل الموجوده في السيستم ده وبعد كده نتكلم على الالجوريزمز المختلفه اللي بترن البيجنج سيستم اولا من ناحيه الفراجمنتس مين يقول لي في السيستم ده انت في رايكم هيبقى فيه انترنال فراجمنت ولا اكسترنال فراجمنت انت فاكرين الانترنال الاثنين طيب اشرح لي كده ازاي فاكرين طيب فاكرين كل واحده بتعمل ايه الانترنال عباره عن ايه؟ لا انا اتلخبطت هنا بين حاجه معلش يا دكتور لا خالص يا يوسف مفيش مشكله خالص عادي انا اللي اسف اني جايبكم يوم جمعه بس معلش الظروف بتاعتي كده مين ممكن يقول لي ايه الفرق بين الاكسترنال والانترنال فاكتس؟ ها؟ شباب سامعيني؟ سامعين حضرتك يا دكتور طيب إيه حد فاكر الفرق بين الاكسترنال والانترنال فراجمنتس؟ اكسترنال يعني جوه ولا بره؟ اكسترنال يعني جوه ولا بره؟ وانترنال يعني جوه ولا بره؟ انجليزي كمان انترنال جوه برافو عليك انترنال جوه واكسترنال بره فكره الانترنال فراجمنت يعني الحته النوت يوزد جوه البلوك اللي انا حجزته الاكسترنال فراجمنت الحته الويستد او اللي مش عارف استخدمها بره الحاجات المحجوزه لو انت بصيت على الشكل ده انت هنا بتحجز بلوكس صح يا تحجز بلوك يا ما تحجزش بلوك فهل البلوك اللي موجود بره ده ممكن يبقى ويستد انت هتحجزه ما تحجزوش لو عايزه هتاخده لو مش عايزه مش هتاخده في حاجه ويستد كده في البلوكس
في بلوك خارجي ممكن يبقى موجود بره انت مش هتعرف تستخدمه لو انت عايزه؟ لا عايز استخدمه ده. ده معايد فده ما فيهوش external frames. طيب تعالى نتكلم على internal frames. ما هي internal frames؟ internal fragments هو الجزء الداخل الذاكرة اللي انا حاجزها اللي انا مش عارف استخدمها. اوكي؟ طيب هنا let's assume انت حجزت البروجرام بتاعك. طبعا البروجرام بتاعك متقسم لبيجز صح؟ والبيجز بتماتش السايز بتاع الفريمز. ففي رأيك هل ممكن يحصل internal fragment؟ ولو ممكن فين؟ فين الجزء في البروجرام اللي هيحصل فيه؟ اللي هيقولها لي هديله 20 out of 20 في ال 12. انا خلي بالكم ان انا ما نمتش من 5 الفجر الاسبوع اللي فات، فاعذروني لو المحاضره صوتي سليبي شويه. ها قول مين يقول لي؟ معلش يا دكتور انا بس زبط لو دخل. لا مفيش مشكله، اقول تاني يا يوسف، اقول تاني for 20 marks dot 12 كلها، مش هعمل لك اي امتحان هديها لك. في هنا ممكن يحصل internal fragment ولا لا؟ ولو ممكن يحصل هيحصل في اي جزء في البرنامج؟ معلش يا دكتور انا اسف، انا السيجنال وحش، معلش انا مش سامع السؤال. اقول تاني، سامعيني كده يوسف؟ سامعني يوسف؟ يوسف طب اي حد غير يوسف سامعني؟ سامعين حضرتك دلوقتي. يوسف انت سامعني يا يوسف؟ يوسف سامع. اوكي طيب بقول لك هل في internal fragments في الشكل اللي موجود قصادك ده؟ ولو موجود هيبقى موجود في أي جزء في البروجرام؟ اللي هيقولها لي هديله 20 marks بتاع 12 دلوقتي، ما تدخلش الامتحانات ولا كويزز ولا assignments ولا أي حاجة. الانترنال هيبقى موجودين في 1 و 2. ليش معنى 1 و 2؟ ليه مش 3 أو 4؟ لما يخش برنامج مثلا 4 ومساحة 8 هيبقى الموجود 4، يبقى اللي فاضل 4 دول الانترنال فراجمنت اللي اتقطعت من المساحه الكليه الكامله بتاعت الرام. بس دي مش انترنال فراجمنت، عشان انت ممكن تستخدمها. خلي بالك انترنال فراجمنت، خليك معايا بس عشان نوضح. انترنال فراجمنت يعني في اللي انا حاجزه في جزء منه مش بستخدمه. احنا اتفقنا مع بعض مفيش اكسترنال فراجمنت. دلوقتي بتكلم على انترنال فراجمنت، في اللي انا حاجزه مش هستخدمه. مصطفى، قول يا مصطفى. اللي هو بين 1 و2. يعني ايه بين 1 و2؟ مفيش حاجه يعني بين 1 و2. انا دلوقتي في البروجرام لما حجزت الواحد، بعدين في مسافه سبتها، المساحه دي مش هقدر استخدمها بعد كده. لا ده عشان حد تاني مستخدمها، يعني لما هيسيبها انا ممكن استخدمها، بس هو حد تاني مستخدمها دي مش ويست. الانترنال فراجمنت لو عندي مثلا بروجرام عاوز يستخدم في الرام سايز مثلا 4 والبروجرام السايز بتاعه 3، بيبقى ده بيحصل انترنال فراجمنت في الرام. محمد حسن الحجازي، ثانيه واحده، محمد حسن الحجازي اهو، ثانيه واحده. ثانية واحدة أجيبها. طب دكتور كمان سؤال بقى في اللكتشر ناجي، عشان أنا ما قول يا باشا ظروفي كانت لا تسمح. قول تاني. بقول لحضرتك سؤال كمان بقى عشان أنا ملحقتش. ما لحقتش. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أوكي استنى بس أكتب اسم كان مين؟ محمد، أحمد، أحمد. عايزين بقى سؤال ان شاء الله يا جدعان. بصوا انا بجد والله انتوا ما تتخيلوش، انا شغال دلوقتي، نص مخي شغال وانا هنام معاكم وانا قاعد، بس ان شاء الله هحاول افكر لكم حاجه. شوف محمد قال ايه يا باشا. قال لو البروجرام بتاعي حجمه ما بيتقسمش بالظبط على حجم البيج، هو ادى مثال حلو، قال لو البروجرام بتاعك حجمه 3 كيلو. طب لو البروجرام بتاعك حجمه 3 كيلو، البيج الواحده حجمها 4 كيلو، البروجرام ده هياخد بيج واحده صح؟ فهياخد بيج، بس البيج حجمها 4 كيلو، فلما هيحجز ال 4 كيلو
هو هيستغل فقط 3 كيلو منها، والواحد كيلو اللي فاضلة دي هو حاجزها، بس ايه مش هيعمل بيه حاجة. دي internal brightness. احنا ممكن نعمم اللي قاله محمد على اي برنامج حجمه ما بيتقسمش على السايز بتاع البيج. يعني لو عندك مثلا البرنامج بتاعك حجمه 9 كيلو، قول لي بقى تتقسم ازاي على البيجز. ها اول واحده تبقى حجمها 4، ثاني واحده 4 برضو كلهم، واخر واحده هو هيحجز 4 بس هيستخدم واحد بس. بالظبط كده، ودي تبقى الانترنال فراجمنت. فهو دايما بيحصل في نهايه، في اخر بيج موجود عندي في البروجرام، اذا كان حجم البرنامج لا يقبل القسمه على حجم البيجز. مفهومه دي ولا حد مش فاهمها؟ طيب ماشي. بس ده مش ميجر ايشو، يعني الايشو ده بنستحمله عشان ناخد كل البنفيتس بتاعت البيجز. طيب هو ايه البنفيت؟ طبعا انت ممكن تسالني ايه البنفيت بتاعت البيجز. البنفيت بتاع البيجز مش كل البرنامج متحمل، انت خدت جزء منه وحملته اشتغلت فيه، وبعدين لما خلاص اتملى انت بتشيله وتحط حد تاني مكانه. يا جماعه انا هقدر اكمل معاكم ل 20 مينتس بس، وبعد كده انا اسف مش قادر. بس احنا قلنا كميه حلوه، يعني الاسبوع الجاي بس هديك السيجمنت السيجمنتيشن بيج سيجمنتس دي في ثانيه، وهنقلب على السي بي يو. فاحنا كده عوضنا. بعتذر تاني يا جماعه، بس بجد ظروفنا وحشه قوي في البيت، وبليز الله يخليكم ادعوا لنا بليز. انا محتاج دعواتكم عشان كل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله صحيا، يعني للناس اللي عندنا. ميرسي يا جماعه، ربنا يخليكم. طيب تعالوا نشوف مع بعض الحته دي بتاعه الجزء ده، اللي هو جزء مهم قوي في الـ في الـ في الـ في الميموري بيجنج. ايه هو بقى الجزء ده؟ الجزء ده كالآتي: when the RAM becomes full, it is necessary to remove some of the pages being used and replace them with new pages being requested so that the system can continue. أو فكرت لكم في سؤال إن شاء الله. ماشي يا جماعه، بقول لكم ايه؟ بقول لكم لما الرام تتملي على الاخر، ذاكره خلاص اتملت على الاخر، اهي شايفينها اتملت على الاخر خلاص. طيب لما اتملت على الاخر وفي بروجرام تاني مثلا تي 1 طلب ريكوست، عايز يدخل بيج واحد او بيج اثنين او بيج، عمل ريكوست معين فليكن البيج ده، والبيج ده مش موجود هنا، مثلا في بيج 5 وبيج 6 وبيج 7 وبيج 8 شويه بيجز كده، هيتطلب مني اشيل واحد من البيجز اللي موجوده هنا عشان استبدلها بثلاثه. ما خلاص ده اتملى، الرام اتملى، وانا عايز بيج ثلاثه اعمل بيها حاجه، فلازم هشيل واحده من البيجز دي احط مكانها ثلاثه. طبعا لما هشيلها انا هحطها فين؟ في السواب سبيس اللي هو ده احنا قلنا عليه، في الهارد ديسك سواب سبيس ده. اوكي بس انا هشيلها من الرام، هشيلها من الرام واحطها في السواب سبيس. فليكن مثلا اخترت 7، فانا هشيل 7 دي احطها في السواب سبيس واحط مكانها 3. اوكي والسؤال في غايه الاهميه، قول حد عنده سؤال، حد عنده سؤال او كومنت؟ لا بقول تمام يا دكتور، بقول تمام يا دكتور. بيرفكت. طيب السؤال اللي في غايه الاهميه، انهي واحد من البيجز اللي موجوده عندي اشيله؟
ايه هي الكرايتيريا اللي على اخر حاجه يوسف ده كومنت يوسف اخر حاجه من العكس يعني مثلا لو انا عملت يوز للوورد وبعد كده الاكسل وبعد كده باوربوينت مثلا فهشيل الوورد لانه اول حاجه اتركنت اول حاجه اتقفلت اوكي شفت يوسف طلع سوليوشن حلو بس استنك يوسف لسه هي دي مش الاجابه اللي انا عايزها بس هنمشي مع بعض خطوه يوسف قال لي شيل ابعد حاجه استخدمتها يعني حاجه اللي ما استخدمتهاش بقالك فتره غالبا خلاص هي اتركنت يوسف قال كده ما دام هي اتركنت شيلها مش هتستخدمها تاني اوكي طيب ده كان فكر من الافكار اللي موجود وكل الافكار اللي احنا هنقولها دلوقتي كلها تبقى هيوريستيك بس تعالى نشوف الاوبتيمال سوليوشن احنا مش هنعرف نوصل طيب هو ايه الاوبتيمال سوليوشن انا مش عايز ايه يحصل ايه اللي انا مش عايزه يحصل انا مش عايز اشيل مش عايز اشيل بيج دلوقتي عشان احط واحد تاني وفي الخطوه اللي جايه ها ارجعها هي ده اللي انا مش عايزه طب مش لازم في الخطوه اللي جايه انا كل شويه بروح للهارد واعمل سواب ما بين الرام وما بين الهارد فانا كده سرعه الكمبيوتر هتقل فدي برافو عليك ده صح فانا عايز اقلل كميه السواب ازاي اقلل كميه السواب البيج اللي انا هشيلها دي اللي انا هشيلها دلوقتي في الباست كيس سيناريو مش هحتاجها تاني في الباست كيس سيناريو وده مش بيحصل دايما طيب لو مش هيحصل الباست كيس سيناريو اعمل ايه مش هستخدمها لأبعد فترة لقدام ليه؟ عشان ما رجحهاش تاني بسرعة فاهمين دي ولا لا؟ وعشان هتاخد بروسس تايم زيادة عن الطبيعي ان هي ترجع تاني بالظبط ده كل شوية تطلع ترجعها لو كل شوية ترجعها بنسميها thrashing memory thrashing وmemory thrashing دي حاجة وحشة قوي بتقتل performance زي ما انتوا طيب سؤال بقى للناس الكويسة عشان اقدر اعمل كده انا محتاج اعرف ايه واللي انا محتاج اعرفه ده ينفع اعرفه ولا لا محتاج اعرف اخر واحد يعني ترتيب استخدامهم اخر حاجة اتفتحت واول حاجة هل اخر واحدة اتفتحت هتقدر تعرفني هتستخدم امتى بعد كده في حاجات بتبقى في الرام سليب فهي ديت ممكن لا مش هتقدر تعرفني مش هتعرفني لا يمكن مش هقدر اتوقع هحتاج البروبلم ده ولا لا يبقى انا محتاج اشوف ايه يا شباب انا محتاج اشوف اقول انا ولا استنى هو الاستدول بتاع البروجرام قول تاني يا احمد كل السكادول بتاع البروجرامز كل بروجرام لا دي ملهاش علاقه بالسكادول هي دي ليها علاقه بال ها ميموري ريكويست بدور على السايز لا ملهاش علاقه بالسايز ليها علاقه بالميموري ريكويست اللي هتحصل في المستقبل شكلها ايه يعني بص يا باشا اللي هو لو مثلا اخترت البروجرام ده هاخد مثلا هحتاج حاجتين لو اخترت البروجرام ده هاخد ثلاث حاجات اشوف انهي واحد اقل واحد بروجرام سيبك من بروجرام فكر في البيجز تمام بص كده لو جيت في المرحلة دي أنا آسف يا شباب ما لا مش مشكلة شكرا لو جيت في المرحلة دي وطلبت او اضطريت اشيل حد من اللي فات ده اللي فات ده اللي كنت طالبه قبل كده وموجود في الميم وانا طالب 7 في رايكم ايه احسن واحد تشيل 6 ازاي عرفت 6 عشان انا عايزها بعد كده مش هستخدمها بعد كده برافو عليك بصيت في المستقبل ولقيت مش هستخدمها بعد كده اوكي ده بنسميه optimal solution
طب لو افترض 6 مش موجودة مين يتشال؟ 3. طب لو 3 مش موجودة مين يتشال؟ 4. 4. 4. انتوا فهمتوا اللعبة؟ اه. أبعد واحد في الاستخدام هو اللي يتشال عشان أعرف أشتغل. أوكي؟ طيب. طيب. ماشي يا شباب. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي حاجة تانية. إيه هي اللي إحنا عايزين نشوفها؟ الحاجة التانية اللي إحنا عايزين نشوفها. هل أنا هقدر أعرف المستقبل؟ والإجابة أكيد لا. لا. برافو عليك يا يوسف. فأنا هبتدي أطلع heuristics. heuristics دي يعني طبعا كتبتها غلط. نجيب spell checker أهي. ده الـ heuristics. نجيب heuristics. الـ heuristics دي هتحاول تحاكي الـ optimal solution. هدي لك two ideas وأنا آسف هقفل على كده بجد، أنا آسف بعتذر لكم بس صدقوني كده أنا عوضت كمية كويسة هتخليني أخلص المنهج بتاعي. طيب دكتور مفيش مشكلة لا يريح حضرتك. الله يخليكم يا جماعة، أنا بجد يعني أنا آسف أنا بس صدقوني الترم ده فقدنا السيطرة تماما. إحنا عندنا حد في الفاميلي دلوقتي suspected cancer. فأنا يعني I'm sorry إن أنا إذا كنت كنسلت محاضرات ولا حاجة. إن شاء الله هعوضها لكم وإن شاء الله هنخلص منها. ماشي يا شباب. يلا بينا. دكتور يقوموا بس. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. طيب نبص على الهيوريستكس. الهيوريستكس بتعمل إيه؟ الهيوريستكس بتعمل الآتي. هقدر أبتدي أفكر في فكرة توصلني للأوبتيمال سوليوشن. يوسف ألجوريزم. طبعا هو مش يوسف الجوريزم، الجوريزم معروف. اوكي يوسف الجوريزم، انا هكتبه يوسف الجوريزم بس هو الجوريزم معروف، هكتب لك اسمه ما تقلقش عادي انا دكتور يعني مش قد المهم. ماشي يا عم. اوكي يوسف الجوريزم ده بيقول ايه يا شباب؟ قال لك اللي انت راكنه ده اللي هتشيله. انت بتعرفها ازاي؟ بص least ده اسمه الحقيقي بقى recently used. برافو عليك. LRU least recently. لو انا عندي تايمر لكل بيج بتسجل امتى اخر مره استخدمت الـ least recently used، بيقول لي تشيل اللي تركنت بقالها فترة. يعني التايمر بتاعها كبير ولا صغير؟ أكبر واحد يا باشا. تايمر يعني بيعد لتحت ولا بيعد لفوق؟ يعني تايمر عادي. تايمر كلوك. كلوك. هشيل اللي بقالها كتير، هشيل اللي الوقت بتاعها قاعد كتير. طيب ده آخر مرة استخدمتها. لو انا قلت لك انا استخدمت واحد عند وقت 8 واستخدمت واحد عند وقت 9 مين يتشال؟ عند وقت 9 هو وقت تايم كلوك يبقى و... لا يبقى اول واحده طبعا. يبقى انت بتشيل اصغر كلوك. اوكي انا فاكر بيعد مثلا from 0 to minutes per hours even if لو بيعد من 0. فلو انا بعد 0 1 2 3 وعايز اشيل مين اللي يتشال؟ مين يتشال؟ اللي عند اقل اول واحد خالص. مين اول واحد استخدمته؟ 0 1 2 3 مين اول واحد استخدمته؟ 0 يبقى شيل 0. ودايما ريموف ذا بيج ذا سمولست تايم ستامب دي تبقى المركونه. اوكي الفكره بتاعت يوسف والفكره اللي قالوها من المركونه دي، ما دام هي مركونه انت مش بتستخدمها فشلها. طبعا نفي كده ايه؟ انت بقالك فتره ما بتستخدمهاش صح
بس في الخطوه اللي جايه ها عايز استخدمها، ففي الحاله دي مش هتشتغل. كله ده هيوريستكس بيحاول. طيب اديك عكس كده بقى، ايه رايك في دي؟ او اديك حاجه ثانيه، فكره ثانيه، ايه رايك شبه المركونه، شبه هي مركونه برضو بس بمفهوم ثاني. في طريقتين عشان نحسب حاجه مركونه، حاجه بقالي فتره ما استخدمتهاش او حاجه ما استخدمتهاش ها ليه فتره. لا ما ليه فتره هي نفسها اللي احنا قلناها، لكن ممكن تبقى حاجه ما استخدمتهاش ومتوقع انها افتحها كمان شويه. بالظبط. بقول لك لا، انا كنت بقول لك طريقه ثانيه للركنه، تقيس الركنه ان انت حاجه ما استخدمتهاش كتير بنسميها least frequently used. least frequently. Okay, remove the page with the smallest usage counter. في الحالة دي لازم تعمل counter لكل واحد من البيجز، وكل ما تستخدمها بإنكريمنت الكاونتر ده، لما تيجي تشيل البيج اللي عندها أصغر كاونتر. كله ده انا هدي لك عليه اكزامبل في المحاضرة ان شاء الله يوم الاثنين، انا دلوقتي بس بدي الفكرة. طيب طبعا في افكار تانية، وهقول لك افكار تانية يوم الاثنين. طيب هل في واحدة من دول احسن من التانية في كل السيناريوز؟ The answer is no. Bravo عليك يا يوسف. No. There is no Goldilocks solution. حتى لو كان في، ما كانش زمان التانية موجودة أصلاً. خلاص بالزبط. ما كان حاجة. بالظبط يا يوسف. طيب أمال بنعمل إيه كناس بنصمم الـ operating system؟ بنعمل الآتي. We design a workbench. اسمها workbench ولا اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ ايه اللي بنقيس بيها البرفورمانس بتاعت الكمبيوتر في الجيمنج والحاجات دي، اسمها ايه؟ بنش مارك. برافو عليك. A benchmark containing the typical applications used on a PC or on a product on a computing device. تمام؟ فكريت بنشمارك وجرب على البنشمارك ده ها كل الالجوريزم، واختار الالجوريزم اللي بيماتش البنشمارك فوق البنشمارك. برافو عليك. عشان كده تسمع حد يقول لك في عندنا ويندوز سيرفر وعندنا ويندوز بيرسونال اديشن، طبعا بالاضافه للسكيورتي وبلا بلا بلا والكلام الفاضي ده. ويندوز سيرفر لما جم يختاروا الالجوريزمز منها، الالجوريزمز دي عملوا لها بنش ماركينج على السيرفر سوفت وير، هتبقى تحفه في السيرفر سوفت وير. طب تعالى بقى شغلها في الجيمز، هتلاقي بيرفورمانس زباله. نفس الحكايه البيرسونال كمبيوتر، في البيرسونال ابلكيشن اختاروا الديزاين تشويسز بتاعتهم على بيرسونال سوفت وير زي اوفيس وجيمز والكلام ده. تعالى حط عليه ساينتفك كمبيوتنج او حط عليها سيرفر زباله. نفس الحكايه لينكس از ديزايند فور ساينتفك كومبيوتنج، عشان كده في الجيمنج مش قوي. اوكي كل ده هنا بقى يفهمك ليه بيقول لك بعض الاوبريتنج سيستمز احسن للوظيفه دي، عشان وهم بيصمموها عملوا تيستينج للالجوريزمز بتاعتهم على البنش ماركس بتاعت سبسيتس من الابلكيشن معينه. لو انت استخدمتها في سبسيتس ثانيه هتشتغل، بس البرفورمانس بتاعتها تبقى اسوء. افشنسي هتقل. برافو عليك يا يوسف، افشنسي. ودي الفكره المهمه اللي انا عايزك تطلع منها من محاضره النهارده لغايه لما اثنين ان شاء الله كل واحد من الالجوريزمز هفصصها وادي لك عليها نيوميريكال اكزامبلز، ونحسب حاجه اسمها بيج مس وبيج هيت عشان نعرف اني الالجوريزم احسن من الثاني في كيسز معينه. ماشي يا شباب، مفهومه لغايه دلوقتي؟ تمام يا دكتور. ماشي يا جماعه، استاذنكم لو نقدر نقدم الاساينمنت على يوم الحد ماكسيمم اللي انا كنت اديته الجديد ده، if you can يعني، لو you can't خلاص خلينا على اللي فات وخلاص الغوا ده اللي تقدروا عليه. عشان اقدر اصلح واحط الدرجات على يوم الثلاثاء ان شاء الله. يا شباب. قول يا باشا.
حاجه للبري فاينل ال 10 درجات البري فاينل ولا اي ثينك ان احنا كنا اتفقنا هنعمل امتحان في السكشن تبع ليه ال 10 درجات عشان ما خدتش درجات في السكشن في الفلسفه. هو احنا ما عملناش، احنا عملنا كويز لاب، مش هحط حاجه في ال 12 من الـ من السكشن اوكي. عشان كده بقى هنمتحن بعد كده في ال في امتحان في سكشن لاب، هو بقى يظبطها دي تبقى البري فاينل بتاعتك ان شاء الله. طب يعني كده ال 12 هيبقى الاسايمنت اللي احنا المفروض لسه هنسلمه والبانكرز الجوريثم اللي احنا اوريدي سلمناه صح كده؟ كان في واحده ثانيه، كان في تو اسايمنتس قبل كده بس انا مش فاكر اسمها. يعني عموما ان هي هيبقى الاسايمنتس اللي احنا كنا بنعملها قبل كده. بالظبط بالظبط. اوكي وانا برضو اعتذر تاني على اللي حصل، وانا اسف وصدقوني يعني. لا طبعا يا دكتور، الله يخليك، شكرا يا جماعه. بليز بليز ادعوا لنا بجد بجد، اي نيد وي نيد كل دعواتكم. ماشي يا شباب، ماشي يا شباب، يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. ميرسي يا جماعه، ثانك يو ثانك يو، مع السلامه.